نعم نعم استمع اليك جيدا غدا. نعم. سالتك رجب بحكم انك مراسلنا متابع هناك في عين المكان، كيف تمت عملية تحرير الهلال النفطي من قبل قوات جيشنا البواسل من الجماعات الإرهابية؟ نعم يا غادة، يعني إذا تحدثنا عن تحشيد استمر لأكثر من 10 أيام، كانت شاركت فيه جميع أصناف القوات المسلحة وجميع أركاناتها الجوية والبرية وأيضا البحرية الجميع. يعني بعد يعني هذا التحشيد كان هناك إعادة ترتيب للصفوف، كان هناك تقدم بسيط لكتائب الاستطلاع. فجر اليوم يعني أعطت القيادة العامة الضوء الأخضر بتحرير هذه المنطقة، بعد ذلك كان هجوم بحري ثم هجوم بري وجوي من 4 محاور. بعد هذا الهجوم استطاعت القوات المسلحة مباغتة العدو وتنظيم وهاربين من بنغازي وتنظيم القاعدة، وتمت عمليات قتالية بدأت أولها من منطقة في شركة الفيبة ثم الخزانات ثم المطار، بعد ذلك السكنية، بعد ذلك السدرة، وبعد ذلك بن جواد، والآن الأنباء عن السيطرة على كامل هراوة. هذا التقدم يأتي بهذه السرعة نظرا لقوة يعني الكثافة النارية للقوات المسلحة، أيضا ما تقوم به القوات المسلحة من يعني من ضربات قاسمة لتلك الجماعات الإرهابية. كل هذا يأتي في يعني في المجمل من يعني من هذه العملية العسكرية التي تحدثت عنها ولازلت أتحدث عنها منذ 4 أيام. نتحدث عن تحشيد يعني والأيام والساعات القادمة كانت كفيلة بالرد. كان جميع ضباط العمليات وأيضا القادة المدنيين عندما نطلب منهم تسريحات يقولون بالحرف الواحد بأننا سوف نرد في الميدان. واليوم يعني تم استرجاع كامل الهلال النفطي بعد هذه العملية العسكرية خلف مباشرة. هذه البوابة هي كانت إحدى بوابات القوات المسلحة، قامت تلك الجماعات الإرهابية باستهداف عناصر الجيش الموجودون فيها، انتقلوا للرفيق الأعلى واستشهدوا. دعيني فقط يعني أتحدث مع آمر البوابة من كتيبة شهداء الحساونة، يعني أنا زرتك قبل مرة فندي وليد ورأينا جنودك موجودين على البوابة، أيضا كانت المعنويات مرتفعة بعد عملية برق الخاطف. نعم. انتقلوا جنودنا إلى رحمة الله شهداء، دعنا ويريد يعني تحط الليبيين في معنويات مرتفعة للجيش، وبعد أن عدتوا السيطرة على البوابة وأيضا خديتوا ثار شبابكم وجنودكم. طيب رجب، ماذا عن طلعات نسور سلاح الجو؟ ياريت مثلا تحدثنا رجب عن أهم الضربات التي وجهها نسور الجو على الجماعات الإرهابية. من الخونة والعملاء والمرتزين، وإن شاء الله متقدم إلى تقدم، وإن شاء الله نحرروا تراب الوطن بالكامل إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة الرائد. نعم غادة، يعني إذا تحدثنا نعم. عن يعني عن عمليات سلاح الجو هي عمليات دقيقة جدا، تم استهداف فيها جميع المدرعات لتلك الجماعات الإرهابية على طول الخط الواصل من شركة الفيبا إلى يعني إلى منطقة السدرة. هناك خسائر بالملايين مدرعات كاستعملتها حديثة ومطورة تلك الجماعات، لكن سلاح الجو استطاع أن يسادد تلك العربات، وأيضا كان هناك تقدم بخطى ثابتة. الآن يعني حسب ما أكد لي بعض القادة المدنيين بأن تم السيطرة على كامل منطقة هراوة أيضا. نعم رجب، ضعنا في جولة الآن، الصورة تتحدث أمامنا وأمام كل المشاهدين، ضعنا في جولة داخل راس لانوف حتى يتمكن المشاهد من تصديق كل ما يقال بأن قوات الجيش دحرت الجماعات الإرهابية. نعم، نحن الآن أمام بوابة السكنية، هي بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة. الآن يعني الصورة لكي نوضح للمشاهدين بأن نحن فعلا أمام منطقة راس لانوف، الجميع جنود وأيضا القوات المساندة للقوات المسلحة موجودة. هذه الصورة لعل تتحدث أكثر، هذا هو الطريق الساحلي وهذه هي كتائب القوات المسلحة تقوم بتأمين طول هذا الخط بعد أن قامت تلك القوات المسلحة بالسيطرة على كامل هذه المنطقة غدا. نعم رجب، نحن الآن على الهواء مباشرة نشاهد وكل المشاهدين راس لانوف وأيضا قوات الجيش الليبي، وهم فرحون حقيقة
بهذا النصر المؤجل صراحة. شكرا لك رجب.